حضراتكم يعني راح نتكلم على امبارح يعني سؤال الحقيقه استكملنا الموافقه على الموازنه اللي هي عام 2018 2019 وزي ما حضرتك عارفين طبعا اتكلمنا فيها عن القوانين الاخرى زي زياده المعاشات وزياده الاجور ورفع عدد الاعفاء والخصم الضريبي. هقول كده بشكل سريع، احنا قلنا انه بالنسبه لزياده الشهور احنا بنتكلم للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه الزياده 7% لحد 65 جنيه، الغير مخاطبين الزياده 10% لحد 65 جنيه، وبعدين اتبعنا الشهور يعني دي شويه ان احنا عملنا زي علاوه استثنائيه بالمبالغ المقطوعه الدرجه الرابعه فيما دونها رقم 200 جنيه، الدرجه الثالثه والثانيه والاولى 190 جنيه زياده، ده فوق طبعا 7 و10%، المدير عام فيما فوق 180 جنيه، فبالتالي بيكون الاجمالي الزياده في الدرجات الرابعه فيما دونها في حدود حوالي 265 جنيه. لو انا بتكلم عن السنه اللي فاتت احنا كنا ادينا علاوه 7% وعلاوه استثنائيه 7%، وايضا في غير المخاطبين 10 و10، وبحد ادنى في الاثنين كان 65 جنيه يعني بليهم 130 جنيه، وبالتالي احنا بنعمل المره دي 265 جنيه يعني ضعف زياده العام الماضي.